أنكا 3 تهز مدرج الطيران. مفاجأة، أول مقاتلة تركية شبحية بدون طيار تنافس نظيرتها الأمريكية. العنقاء 3 التي تتمتع بالعديد من المزايا مثل الرؤية الدقيقة للرادار والسرعة والحمولة العالية بفضل هيكلها المسمى بالجناح الطائر، هبطت على المدرج وبدأ العد التنازلي لرحلتها الأولى. أنكا 3 التي تم تطويرها في منشآت صناعات الفضاء التركية توساش ستكون العضو الثالث في عائلة منتجات الطائرات بدون طيار التابعة للشركة. وبحسب تصريحات رئيس فريق التصنيع يولاند كوركيم، فإن أنكا إتش التي تشبه نظيرتها الأمريكية B-21 ريدر لا يمكن اكتشافها بالرادارات، نظرا لأن الطائرة لا تحتوي على ذيول أفقية ورأسية. بدأت أعمال تطوير في فبراير 2022، وها هي أنكا 3 اليوم تبدأ أول اختباراتها في السير على المدرج، وستستمر هذه العملية حتى إجراء الرحلة الأولى التي ستنفذ في وقت قصير للغاية، الذي من المتوقع أن يكون قبل منتصف مايو أيار المقبل. ورداً على الأسئلة المتعلقة بالاستخدام التشغيلي لأنكا 3، ذكر بولينت كوركيم أن الطائرة لديها قدرة تحمل كبيرة، ويمكن أن تعمل بفعالية على ارتفاع 44,000 قدم، مشيراً إلى أنها ستصل إلى سرعات تبلغ 0.7 ماخ. ومن الجدير ذكره أنه يمكن استخدام الشبحية التركية المسيرة لغرض هجوم جو أرض وجو جو عند ضرورة، من خلال دعمها بأنظمة وحمولات إلكترونية أخرى، كما يمكن استخدامها للحرب الإلكترونية لقمع أنظمة العدو على الأرض. كما تعمل أنكا إتش في العمليات المشتركة مع الأنظمة المأهولة مثل وجيت وF-16، لذلك يمكن القول أن مساحة استخدام هذه الطائرة واسعة جداً، ستكون جاهزة لأداء مهامها في الجيش التركي نهاية العام الجاري.